تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف إن شاء الله الآن تصوير فيديوهات شابتر 10. هذا هو الفيديو رقم 2. في الفيديو السابق عرفنا إنه في الحركة الدورانية المتغير هو ثيتا، وبالتالي عرفنا في سرعة زاوية معدل تغير هذه الزاوية بالنسبة للزمن، وفي تسارع زاوي وهو معدل تغير السرعة الزاوية بالنسبة للزمن. طيب، هل في علاقة بين اللينير فيلوسيتي في والانجولار فيلوسيتي اوميجا؟ هل في علاقة بين اللينير اكسلريشن اي والانجولار اكسلريشن الفا؟ هذا هو موضوع هذا الان، موضوعنا في هذه السلايد. انجولار اند ترانسليشنال كوانتيتيز، ترانسليشنال انتقالي خطي. العلاقات من وين بتيجي؟ بيقول لي هو انت الإزاحة الخطية هي القوس، وانت جبت علاقة ما بين القوس والزاوية. اذا بقول لي it is known that القوس S بتساوي R في ثيتا. هاي القوس، كمان مرة اللي اخذنا، هاي قوس تحرك من هان لهان وعمل غير الزاوية، هذه ثيتا وهذه اس. هو تحرك على الخط هذا، هيك عمل هيك لما وصل هان. اذا هذه هي initial position وهذه هي الفاينل position. طيب اذا اس بتساوي ار في ثيتا، طب اشتق الطرفين. قال لي ايش هي هذه؟ قلت له هذه سرعه. اذا هذه السرعه الخطيه، متر على سكند، اس بالمتر بنقيسها. هذا خيط، لو لفيناه سلك بتطلع قوس. طب وهذه؟ ما هو هي اوميجا، هذه اوميجا. اذا معناته العلاقه، بس اجيبها من هاند كارد وارجع لها عشان تظهر عندي، اللي بتربط السرعه بالاوميجا انه في بتساوي ار في اوميجا. في بتساوي ار في اوميجا. من هنا لو قلت لك اوجد لي اوميجا، مش اوميجا بتساوي في على ار، بقول لك معروفه. طب هذه قديش وحدتها؟ قال لي متر على سكند. طب وهذه متر، جيم هذه مع هذه، اذا ايش وحده الاوميجا؟ واحد على سكند. طب انت تو قلت لي راديان بير سكند، في تناقض. بقول لك فيش تناقض لانه الزاويه اصلا مش وحده، احنا بنحطها راديان هيك، لما نحط ديجري ما مش وحده اصلا. اذا هي واحد على سكند، زي كنت قلت لكم اما راديان على سكند او سمبلي واحد على سكند عشان تتفق مع هذه المعادله. طيب ذا تانجينشال اكسلريشن ايش بتساوي؟ قال لي تانجينشال اكسلريشن اللي اخذتها في شابتر 6، قلت لما تكون السبيد متغيره بيطلع عندي تانجينشال اكسلريشن بالاضافه الى السنتريبيتال اكسلريشن، التسارع المركزي. ايش كانت تساوي؟ كانت تساوي تفاضل السبيد بالنسبه للزمن، مظبوط تذكرنا. طب السبيد ايش بيساوي؟ هيها ار في اوميجا. طيب يلا ايش هذه؟ بقول له هذه والله الفا. اذا اي تنجنشال بتساوي ار في الفا، بس هذه التنجنشال ليش؟ لانه السنتريبيتال المركزيه كانت بتساوي في تربيع على ار، مظبوط ولا لا؟ اذا في تسارع ثاني، تسارع مركزي اللي انا بسميه الراديال، النص قطري. ما هو النص قطري هو المركزي، ما هي اي ار او اي سي سميناها مرات، ار ولا سي وحده، دير بالكم. ار باتجاه نص القطر، سي يعني سنتريبيتال، بتساوي في تربيع على ار. طب وهذه ايش بتساوي الفي؟ ما هيها الفي بتساوي ار تربيع اوميجا تربيع في تربيع. هذه السكوير مع هذه راحت، صارت ار اوميجا تربيع، مظبوط. اذا الاي بتساوي ار في الالفا، والالفا بتساوي اي على ار، والاي متر على سكند تربيع، وفي ار متر بتروح المتر بتصير واحد على سكند تربيع. راديان بير سكند تربيع ولا اي على سكند ولا متر على راديان على سكند تربيع ولا واحد على سكند تربيع نفس الشيء، لانه الراديان مش وحده. طب بدي الاكسلريشن الكليه. طب هو الاكسلريشن بتكون تانجينشال وسنتريبيتال، بناخذ بينهم زاويه قائمه، بناخذ اللي بنعرفه، بنقول التوتال اكسلريشن بتساوي سكوير روت اوف
تنجنشال تربيع زائد راديال تربيع. طيب التنجنشال وينها؟ بقول له هيها ار تربيع الفا تربيع، وهذه عباره عن ار اوميجا تربيع ربعها ار تربيع اوميجا اس 4، ومنها بس مجرد بدي اطلع الار عامل مشترك وتطلع هيك. تمام. طيب من هنا ايش عملت؟ قلت طلعوا في تعتمد على ار، يعني كل ما كان الجسم بعيد عن محور الدوران كل ما كانت سرعته الخطيه اكبر. مظبوط ولا لا؟ ونفس العمليه بالنسبه للاي تنجنشال. اذا ايش بيقول لي؟ فور ا ريجيد بودي روتيتنج اباوت ا فيكست اكسس every particle on the body has the same angular velocity, the same omega, and the same angular acceleration, the same alpha, while the linear velocity and the linear acceleration different from point to point. انتوا تخيلوا الهواية وهي بتدور، كل نقطة فيها لو واحدة عملت دورة كاملة التانية ايش بتكون عملت؟ برضو دورة كاملة. صح ولا لا؟ ايش دورة كاملة؟ يعني مشيت 360 درجة. اذا التنتين كل النقاط اللي على الهواية اخذت نقطة برا ولا نقطة جوا بيقطعوا نفس الزوايا بنفس الزمن، يعني السرعة الزاوية لهم واحدة. طيب السرعة الخطية؟ قال لي النقطة اللي برا بتكون قطعت قوس كبير بنفس الزمن، يعني هي اسرع. النقطة اللي برا بتكون قطعت قوس كبير، واللي جوا قوسها أصغر. واحد مشي 5 كيلو بساعة سرعته زي اللي مشي كيلو بساعة، مين أسرع؟ اللي مشي 5 كيلو بالساعة. عشان كده كل ما النقطة أبعدت عن محور الدوران سرعتها الخطية بتزيد. هذه هي الريمارك. إذا للريجيد بادي أوميجا بتكون واحدة إلهم كلهم، لكن السرعة في تعتمد على مين؟ تعتمد على بعد الجسم عن محور الدوران. كل ما بعد الجسم عن محور الدوران زاد كل ما كانت في تبعته أكبر، وكذلك ألفا تبعته أكبر. حلو، نشوف المثال الكويز. بيقول لي two blocks are rotating with a turn table of radius r. أنا حاطط كتلتين على طاولة والطاولة بتدور، والكتلتين بدوروا مع الطاولة، فلتكوا انه في احتكاك ما فيش احتكاك، في احتكاك وبدوروا التنتين مع بعض، في احتكاك كافي. تمام. The first block is located at the rim of the table. البلوك الاولى وين حطتها؟ حطتها على محيط الطاولة، يعني قديش بعدها عن محور الدوران؟ R نص القطر، لانه هي على المحيط. While the second block is located a distance نص R from the center of the table. والثانية حطتها على بعد نص، يعني لو في كمان زي هيك بدي ارسمها في تيبل وبتدور قاعده، هذه البلوك الاول حطتها انا هان، هي ام واحد، والبلوك الثاني حطتها انا هان، هي ام اثنين، وهي السنتر. تمام. If the table rotates with constant angular speed، بتلف الطاولة بسرعة أوميجا. بيقول لي the angular speeds of the two blocks are related as، بدي أوميجا تبعت الكتلة هذه وأوميجا تبعت الكتلة هذه، هل هما قد بعض ولا أوميجا واحد أكبر من أوميجا اثنين، ولا أوميجا واحد نص أوميجا اثنين، ولا أوميجا واحد بيساوي 4 أوميجا 2؟ طبعا احنا تو حكينا لسه لما جسم بدور كل نقاطه إلهم نفس الأوميجا، كل نقاطه إلهم نفس الأوميجا. إذا إيش الجواب؟ طب نشوف الكويز اللي وراه. بيقول لي referring to the previous question، نفس المثال two blocks محطوطين على طاولة والطاولة بتدور بسرعة زاوية ثابتة أوميجا، الأولى محطوطة على المحيط والثانية على بعد نص R. بيقول لي the two blocks are related as، هل أوميجا هنا، سوري هنا المفروض نكون بهمش، هل V1 هذه V وهذه V وهذه V
وهذه في، عشان بس نعرف انه هذه اللي بدوش اوميجا الان بده في. تحملوني الخطأ المطبعي. تمام، بيقول لي الان the tangential speeds يعني tangential السرعة المماسية اللي هي اللينير of the two blocks are related as، هل في واحد بتساوي في اتنين، هل في واحد بتساوي اتنين في اتنين، هل في واحد بتساوي نص في اتنين، ولا في واحد بتساوي اربعة في اتنين. احنا قلنا العلاقة اللي عندي بتقول التالي، انه في بتساوي اوميجا في ار، مظبوط ولا لا؟ اذا هذه في واحد بتساوي اوميجا واحد ار واحد. طيب في اتنين بقول له بتساوي اوميجا اتنين في ار اتنين، هادي ار، هادي نص ار، والاوميجا زي بعض. اذا معناته في واحد ضعف في اتنين، في واحد ضعف في اتنين. اذا هذا هو جوابي الصح، في واحد بتساوي ضعف في اتنين، لانه بتقطع قوس اكبر. تمام، موضوعنا الان مهم جدا، مهم جدا لشابتر 10 ولا شابتر 12 الشابتر الاخير، هو كيف نحسب العزم، عزم القوة، تورك، عزم القوة. بيقول لي the tendency of a force to rotate an object about some axis is measured by a quantity called torque. نيوتن اول ايش بيقول؟ يبقى الجسم على حالته من السكون او الحركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. مين اللي بحرك الجسم؟ قوة، هذا نيوتن. وطلعنا القانون الثاني الصميشن او مجموع القوى بتساوي الكتلة في التسارع، وحلينا عليه كتير وصار بديهة. اذا ما هو اللي بيخلي الجسم يتحرك؟ القوة. طب ما هو الذي يجعل الجسم يدور؟ قال لي مش القوة لحالها، طب هو دوران حركة. بس حركة دورانية. اذا معناته انا لو بدي اجي امسك الباب وبدل ما امسكه من الاخرى وبدي افتحه اضغط عليه باتجاه الرزة، بدور بدورش بدورش، هاي هذا قلم، بدي اياه يدور حوالين هذه النقطة، اعملت هيك، هاي قوة فيه، بدار القلم ما دارش القلم. طب ميل هيك دار القلم. اذا لما كان هيك القوة موجودة ما دارش القلم. تمام، اذا القوة لحالها بتخليش الجسم يدور. اذا ايش اللي بيخلي الجسم يدور؟ حاجة سموها العزم، بقرب للقوة. بدون قوة ما فيش عزم اصلا، هو عزم للقوة. اذا قدرة اي قوة على دوران جسم ما تحسب بكمية نسميها التورك. The tendency ميل a قوة a force to rotate an object about some axis is measured by a quantity called torque. قال لي يلا نشوف، قال لي هاي جسم بدي خلي يدور حوالي النقطة هذه، وهي F. هقلت لو F هذه كانت، لو F كانت هذه اتجاهها هيك، اسحب منها لما تزهق، فيش عزم، بتدورش الجسم. لو كانت هيك بدورش، او هيك، خلينا نعملها. بيقول consider a force F acting on the particle P in a rigid body. The torque، ايش عرفوا التورك؟ قالوا التورك بيساوي التالي، التورك بيساوي بعد محور الدوران عن نقطة تأثير القوة، هذه R، هذه فيكتور، والاف فيكتور والتورك فيكتور. قالوا اذا في كروس برودكت، اذا ار كروس الاف، هاي التورك. ايش رمزه؟ تاو، من كلمه تورك، تاو ما هو التي. ذا تورك از ا فيكتور كوانتيتي. طبعا لما اقول اي كروس البي اللي ناتج عمودي على الاي ونعمودي على البي، مظبوط ولا لا؟ احنا كنا زمان لما نقول اي كروس البي
بتساوي سي. على طول نقول مالها سي، بقول سي عمودية على الاي والبي. اذا هنا التورك عمودي على الار وعمودي على الاف، يعني عمودي على مستوى ار واف. طيب وبرضو اخذنا في الكروس برودكت، الكروس برودكت عبارة عن الماجنيتود الاول في الماجنيتود الثاني في زان الزاوية اللي بينهم. هجت ار ساين الزاوية هي عبارة عن ايش؟ قال لي هي عبارة عن المسافة العمودية اللي انا مش حاططها هنا. تمام، لو اجيت انا بدي اعمل هنا واقول التالي، هذه بدي امدها انا، واجيب المسافة العمودية هيك واقول هذه عمود، هاي دي، هاي دي، وهذه دي بتساوي ار في زين الزاوية، على اساس انه هذه الزاوية عمودية، ما زال عمودية، اذا معناته ار هي عبارة عن الوتر، الوتر، وهذه دي، وبتكون عندي الزاوية انعرفت. اذا the torque is a vector quantity with magnitude f في r في sin الزاوية اللي بدي اسميها d. d بتساوي r sin زيتا، ايش بدي اسميها؟ بدي اسميها ذراع القوة او ذراع عزم القوة. اذا d is called the moment arm of the force. كيف بدي اجيبها؟ بدنا ننتبه لانه هذه كتير مهمة. بدي انزل عمود من نقطة الدوران على خط عمل القوة. شو هو خط عمل القوة؟ خط عمل القوة، القوة اللي انت بترسمها مدها لما تصير قبال محور الدوران. هيها مديتها، لما صرت قبال محور الدوران قدرت انزل عمود على هذا الخط اللي مديته. is called the moment arm of the force and is defined at the perpendicular distance. هي المسافة العمودية من from the point of rotation to the line of action of the force، من نقطة الدوران إلى خط عمل القوة. هذا هو الذراع، بضرب القوة في الذراع بتنتهي القضية. هان لو مديتها، هذه مدها اتصلها، معناته قديت ذراع هذه القوة؟ زيرو. إذن هذه عزمها زيرو، وبالتالي بتضرش الجسم، هذه عزمها زيرو. تمام. The direction of T برضو ما هو معروف vector. The direction of T of tau is perpendicular to the plane of R and F. It is positive if it tends to rotate the body counterclockwise in the direction of increasing theta. ما زال على محور تالت، بدي اخذ كالتالي، ضد عقارب الساعة موجب، مع عقارب الساعة سالب، زي احنا بنقول شرق موجب غرب سالب، لأعلى موجب لأسفل سالب. اذا انا بدي اقول ايش هو الموجب؟ قالوا خلينا نعتبر كل الدورانات الطبيعية اللي ربنا خلقها هي الديفولت، هي الموجب. ايش هي الدورانات اللي ربنا خلقها؟ خلق الارض بتدور حوالين الشمس ضد عقارب الساعة، خلق القمر بدور حوالين الارض ضد عقارب الساعة، خلق الالكترون بدور حوالين النواة ضد عقارب الساعة. طب والساعة خلقها الانسان، هو حر، الانسان خلقها وخلاها تلف عكس كل الدورانات المعروفة. يبدو انه الساعة انصنعت قبل ما يعرفوا كيف اتجاه الدورانات، ولهم لو بيعرفوا كان خلوها ضد عقارب الساعة، هو تلف الساعة بهذاك الاتجاه، لكن صارت وانتهت. طب احنا دائما بنقول لأعلى هو الموجب، ولا ممكن نغير؟ مش مرات بناخد الأسفل هو الموجب حسب التسارع؟ إذن هو بيقول لي it is positive if it tends to rotate the body counterclockwise in the direction of increasing theta. إذا أنت مع حركتك، مرات الحركة بدي أعكسها، فبدنا ننتبه لها هذه الكلمة، بعدين نجيها بالتفصيل. حلو، خلينا هالمثال. بيقول لي a one piece cylinder is shaped as shown with a coarse section protruding from the larger drum. حلو، هاي وعندي two drums وكأنها. The cylinder is free to rotate about the z-axis. هذه بتلف حوالين z-axis، بتلف cylinder. The cylinder is free. تمام. A rope wrapped around the drum which has a radius r1. في عندي هنا حبل ربطته حوالين الدرام. Exert a force t1. A second rope wrapped around the core. هذه الكور اللي هو قلب الاسطوانة، ربطت كمان حبل فيها. تمام.
which has radius r2 exerts a force 2 as shown. Find the net torque acting on the cylinder about the axis of rotation. بقول لي بدي التوتال تورك اللي بتاثر على السلندر. كم تورك هو عندك؟ وقال لي هو توركس. هذه بتعمل تورك وهذه بتعمل تورك. طيب وين محور الدوران؟ هي محور الدوران، هي شايفينه انتم. محور الدوران هو نفسه هذا كله. هذا محور دوران. طيب بدي اجيب العزمه. It is clear that نيجي نتطلع لو انت شددت واحد كيف بتدور معك الاسطوانه؟ انسى تي اثنين. بتدور معك هيك. شديتها. هي هيك. وانا بدي اشدها بتلف هيك. اذا بتلف مع عقارب الساعة. طيب. وتي اثنين. هادي مع عقارب الساعة. وتي اثنين. بتلف ضد عقارب الساعة. يعني هادي لو جيت بدي اقول كيف انت بدك تلفي لما اسحبك هيك بقول له بتلف هيك. طب وهادي لفها بتلف هيك. اذا واحدة مع عقارب الساعة. وحدة ضد عقارب الساعة. خد وحدة موجبة وحدة سالبة بتفرقش بس خلينا على الديفولت. هذه بدي اعتبرها موجبة. وهذه بدي اعتبرها سالبة. بوزيتيف ونيجاتيف. طيب اذا النت تورك الفوقانية بدي اعتبرها سالبة والتحتانية بدي اعتبرها موجبة. الفوقانية تبعت تي واحد بنسميها تاو واحد. والثانية تاو اثنين. طب ايش بتساوي؟ بتساوي القوة في الذراع. كيف الذراع؟ هذه مماس. هذه مماس. وانا بدي المسافة العمودية بين محور الدوران والقوة. هو المسافة العمودية بين محور الدوران المركز والقوة هو نص القطر. معروفة لانه انت بتعمل مماسات. هيا انت رابطها من وين؟ رابطها من المحيط. اذا على طول ار واحد وار اثنين. ليش انا حطيتها دي واحد ودي اثنين؟ انا مش عارف. معدلها هناك. هنا انا مش معوض. خلاص خليها دي. صح الدي واحد والدي اثنين اللي هو الذراع. تمام صحيح انا معوض بعدين. But as it is clear from the figure that the moment arm of T1 is R1 and T2 is R2. اذا بدل دي واحد بدي احط R1 وبدل T2 بدي احط R2. خلص. بذن ما هي القوة أو ما هو الكمية التي تساعد أو تعمل على دوران الجسم؟ قوة ولا تورك؟ تورك. هل التورك له علاقة بالقوة؟ له علاقة بالقوة بس مش بالقوة لحالها. إذا أنا كل ما طولت الذراع كل ما كانت قدرتي على إني أدور الجسم أحسن. يعني أنتوا هلقيت لو في عندكم برغي وبكوا تفكوه بمفتاح برغي سموله زي ما بنسميها. حطيتوا المفتاح وقعدتوا بكوا تفكوه ما قدرتوش تفكوه. ايش بتنصحوا؟ بقول لك جيب ماسوره طويله حطها في المفتاح وحاول الان فك البرغي بفك معك. طب وانت ايش عملت؟ ما انت نفسك نفسك قوتك مش غيرها. ما جبتش واحد يساعدك. قال انت نفسك نفس القوه لكن انت طولت الذراع. معناته العزم زاد مش من القوة زاد من الذراع. وهذا اللي بيعملوه لما بدهم يفكوا السيارات عجال السيارات للشباب اللي بيعرفوا لما يعملوا البنشر. بدل ما يجيب اللي بتفك براغي العجل بروح بحط هذا البرغي بمصورة عشان ايش؟ يكبر العزم. ولما يكبر العزم ايش هي البرغي بده يسوي؟ بده يدور. فانا بدي اخليه يدور. تمام. طيب اذا الكمية التي تعمل على حركة الجسم حركة دورانية هو العزم. طب بدي تربط لي اياه. احنا قلنا الكمية التي تعمل على حركة الجسم حركة خطية القوة. واشتقينا القوة بتساوي اف بتساوي ام اي. طب بدي خلون زي هذا. قال لي يلا نعمله. قال لي هاي عندك اف وهاي عندي زوايا. هذه الاف حللتها الى مركبتين. واحدة باتجاه نص القطر واحدة باتجاه المماس. امين. كل كمية متجهة تحول الى مركبتين تحلل مركبتين متعامدتين.
هاي نص قطر وهاي تانجنت متعامدتين. بقول consider a force capital F acting on a rigid body free to rotate about O. إذا هذا ممكن يدور حول النقطة O. During the infinitesimal time dt, the point P تحركت من هال لها. أماس هذه كتلتها دي أم اعتبرها جزء من كل السيستم. يعني عنصر، كل حاجة للعنصر اتفقنا تسبق بدي. إذا دي أم هي إيش؟ هي كتلة هذا الجزء. العنصر والموف ان انفينيتيسمال ديسبليس من دي اس اتحركت من هال لهان قديش الازاحه دي اس الونج ا سيركولار باث قديش نص القطر يطلع برو ار. طيب قديش الزاويه اللي قطعها دي ثيتا ودي اس بتساوي ار دي ثيتا امي. طيب جيب لي التورك الان. قلت لي التورك لو انا اجيت حللت وهو افضل التحليل بدل ما اجيب الزراع هنا خلصنا لانه هذه مماس. ايش هي المسافه العموديه بين المماس والمركز نص القطر هي ار. طب هذه قديش عزمها تورك تبعها مدها 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 ما فيش لها عزم. طب انا بدي اسال الان القوى المركزيه بتعمل عزم حوالين المركز. اذا ممكن نستنتج الاستنتاج المهم التالي ان القوة المركزية لا تعمل عزما حوالين مركز الدوران. تعملش عزم. اذا the torque acting on the body ايش اللي بيعمل تورك بس؟ FT في R. طب مش FT خدناها في الشابتر الماضي انه بتساوي هذا سيستم M في E center of mass T لانه هذا rigid body. والله مزبوط. طب والE center of mass عبارة عن مجموع ام اي تي اي هذه كلها عبارة عن ام اي 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 مجموع القوى اللي بتأثر على الجسم. طب واي تي بتساوي ار في الفا ولا لا؟ تو اشتقيتها في السلايد اللي قبل هذه عوضنا بدل اي تي حطيت ار في الفا ار اي. طب ليش الفا ما حطيتش الفا اي؟ ليش ما حطيتش الفا اي؟ قلت له لأنه كل النقاط لهم نفس الألفة. ألفة كونستانت لكل النقاط. طيب إيش هذه الكمية؟ إيش بدي أسميها؟ قال لي تاو بتساوي آي في ألفة. هذه بدي أسميها آي. هذه قصتها قصة. هذه قصتها قصة. إحنا عندنا قانون بيقول أف بتساوي أم إي. قانون نيوتن الثاني. طيب ايه حطيت محلها الفا وتاو بستبدلها باف. طب وهادي؟ قالوا هادي تستبدل باي. اذا هادي هي الكتلة الدورانية. اذا بدك تعتبر هادي هي القوة الدورانية لانه ايش قلت انا؟ من هو المسؤول عن دوران جسم؟ قوة ولا عزم؟ العزم. اذا العزم بحل محل القوة في الحركة الدورانية. طيب والاكسلريشن ايش بحل محلها؟ الفا بعرفه من اول. طب هل الكتلة بتضلها كتلة؟ بقول له لا. اللي بحل محل الكتلة الان حاجة بدي اسميها اي مومنت اوف انيرشا. مومنت اوف انيرشا عزم القصور. تمام. طب ايش اي بتساوي؟ ما انتوا شايفينها كتلة في مربع المسافات تبعت الكتلة عن محور الدوران. اذا هذه الاي بدي اسميها مومنت اوف انيرشا. وايش كتب لي؟ ات ريبريزنت ذا ماس ان اول روتيشنال ايكويشنز. اذا هي بتمثل لي الكتل لما تيجي تبدل من معادله خطيه لمعادله دورانيه. احنا ايش اتفقنا؟ اكس بستبدلها بثيتا، في بستبدلها بأوميجا، اي بستبدلها بألفا. الآن إجاني تنتين تانيين. الفورس تستبدل بتورك. طب والأم تستبدل بآي. طب إيش تعريف الأم؟ قال لي هذه كمية بتقيس قديش الجسم بيقاوم الحركة، صح ولا لا؟ هي بتقيس الإنيرشا، والإنيرشا هي خاصية الجسم لمقاومة تغيير حالته. إذا أم بتقيس قديش الجسم
بيقاوم حركته الخطية. طب آي قديش الجسم بيقاوم حركته الدورانية؟ مظبوط ولا لا؟ إذن it measures the resistance of a body to changes in its rotational motion. إذن هو بيقاوم التغيير في الحركة الدورانية. طب هل هو يعتمد بس على الكتلة؟ قلت له آه. وكمان إشي تاني اللي هي الآر. It depends on the masses of the particles making up the objects and their distribution from the axis of rotation. وبرضو كيف بتوزع؟ يعني هذا بده يدور هيك ولا بده يدور حول هذه النقطة؟ ما هو نفس القلم ونفس الكتلة. مين أسهل للدوران؟ عدنا بدنا نشوف حسب آي. طب هو آي إيش بتختلف؟ إم في آر تربيع، هنا الآرات مختلفة. تمام. إذن for a body of continuous mass distribution. طيب أنت قلت لي summation. طب إحنا اتفقنا summation لما يكون continuous distribution إيش summation بصير؟ بصير تكامل. إذن بتصير كالتالي. بقدر أحسب بس إحنا هذا السكشن لغينه عنكم. كيف نحسب I لبعض الأشكال؟ إذن if there is more than one force doing a torque بنيجي للمعادلة الثانية. هذه المعادلة لما يكون في عندي أكثر من تورك. إيش هذا؟ قانون نيوتن الثاني في الحركة الدورانية. The last equation can be considered as Newton's second law for rotational motion. هذا بيشبه، اطلعوا علي، مجموع القوى بتساوي M في A. ذاكرينه هذا القانون تبع شابتر 5؟ ذاكرينه. طب هذا ايش افرق؟ قلت له بدل التورك، بدل الاف حطيت تورك، وبدل الاي حطيت الفا، وبدل الام حطيت اي. الان هذا القانون بدنا نحفظه زي ما احنا حفظنا قانون نيوتن الثاني، لانه بدنا نحل عليه كتير مسائل في الحركة الدورانية. تمام. هذه هي المومنت اوف انيرشز لبعض الاشكال، احنا حنعطيكم اياها اعطاء، مش حنطلب منكم اشتقاقاتها. اطلعوا لي على الرد. بيقول لي هذا القلم لو بدي يلف حوالين محور على الطرف زي هيك ولا على النص زي هيك، هنا بتطلع تلت، هنا بتطلع واحد على 12 ام ال تربيع. اذا مين اسهل تدور، هذا ولا هذا؟ بقول لك الاي تبعته اقل، هذا. اذا هذا اسهل يدور، هنا بصير صعب يدور، وهذه منطقي. اذا نفس الرد، قدرته على مقاومة الدوران اختلفت باختلاف محور الدوران. طب اطلعوا لي على هذه. هذه سلندر وهذه سلندر. هذه من جوا فاضية. هذه من جوا مليانة. هذه قديش اي تاعتها؟ قال لي ام ار تربيع. هذه نص. طب مين اسهل تدور؟ قال لي هذه اسهل لي ادور لانه هذه اقل من هذه. اذا نص ام ار تربيع، هذه ام ار تربيع. اذا السوليد اسهل من اني ادور الفاضيه. شغله غريبه طبعا، بشرط انه الكتل تكون واحده، مش واحد يقول لي ما هيديك اخاف، لا انا بدي اثبت الكتل. تمام. وهكذا اطلع، هذا السوليد 50، هذا من جوا فاضيه تلتين. مين اسهل ادور، هذه ولا هذه؟ هذه سفيريكال شيل يعني كره فاضيه، هذه سوليد سفير يعني كره مصمطه. مين أصغر، الخمسين ولا التلتين؟ الخمسين أصغر. إذن هذه أسهل الدور حوالين محور وين؟ بمر في المركز. زي ما اتفقنا هدول حيعطوا لكم، وكوش تحفظوهم ولا حاجة، حيعطوا لكم. تمام. بس نعمل هالكويز ونوقف إن شاء الله. بيقول لي في عندك أنت اللي احنا نسميه المقدح، الدريل. بيقول لي you turn off your electric drill. خلصت خرجت خرج ووقفت الدريل، بقفش على طول الريشة، بتقفش على طول. بيقول لي you turn off your drill electric drill and find that the time interval for the rotating bit اللي هي الريشة to come to rest due to frictional torque in the drill is t. قال لي نفترض انت حسبت اول ما طفيت الدريل اخذ له 5 ثواني ووقف، او 10 ثواني ووقف. تمام. أخذ له مدة زمنية. بيقول لي you replace the bit with a larger one such that the moment of inertia of the drill's entire rotating mechanism is doubled. قمت الريشة وحطيت ريشة جديدة.
الريشه الجديده اي تبعتها عكس دبل ضعف اي تبعت الريشه الاولانيه. طفيت when this larger bit is rotated at the same angular speed, وانت حركته وبتدور على نفس السرعه, and the drill is turned off. طفيت الدريل, حسبت قديش وقفت. اذا الاولى 5 ثواني لقيت الثانيه the frictional torque while the if the time interval, قديش حتكون الزمن اللي حتستغرقه الثانيه عشان تقف. بدك تثبت التالي نفس التورك. اذا نفس التورك, هل حياخدوا نفس الزمن ولا التانية حتكون ضعف الزمن ولا نص الزمن ولا بايش بعرفني؟ هو علاش بتعتمد؟ انت بتعتمد على التالي, هذا هي. بتقول بدك الزمن اوميجا انيشال اوميجا فاينل بتساوي اوميجا انيشال, هذا القانون بدي اشتغل عليه, زائد الفا في تي. مظبوط ولا لا؟ اذا تي بتساوي اوميجا فاينل ناقص اوميجا انيشال على الفا. هلقيت اوميجا فاينل وقفت التنتين زيرو, اوميجا انيشال كل اوميجا نفس الاوميجا كانوا يلوفوا. طب الفا ما تتوي, قلت التورك بتساوي اي في الفا. اذا الفا ايش بتساوي؟ هذه بتساوي التورك على اي. اذا بدي احط اي هنا. طب انت بتقول لي التورك واحد, اذا عايش تعتمد على التي, تعتمد على الاي. اذا تعتمد على الاي, كل ما زادت اي كل ما تي زاد. طيب انت بتقول لي اي الدبل, اذا الزمن دبل. حلو. الفيديو الثالث جدا مهم, هو قلب هذا الشابتر, لانه بدنا نستخدم قانون نيوتن الثاني في الحركة الدورانية لحل المسائل. ايش هو القانون الثاني؟ مجموع التوركس بساوي اي في الفا. حتى ذلك اللقاء والفيديو المهم, نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.